وبطبيعة الحال أولا كنشكر السيد رئيس الجامعة السي فوزي الخجان اللي وضع فينا الثقة احنا بربعة باش يمكننا نطوروا كرة القدم بالنسبة للمملكة المغربية. وهذه قبل كل شيء ماشي تشريف، هي مسؤولية. وكذلك كنشوفوا احنا العمل والجدية في العمل والتواصل المستمر باش يمكننا نفوز زعما نتبعوا ونخلقوا برامج لا في التطوير لا بالنسبة كيف قال السي رشيد. كاين عندك أولا عندنا باش يمكن واحد يكون واحد النجاح هو خصنا نمروا من ثلاثة المراحل الأساسية، هما لي ستركتور داكوي اللي هما الملاعب، واللي بكل صراحة رئيس الجامعة داير واحد المجهود كبير باش يوفر هذه البنية التحتية اللي هي أساسية بالنسبة للتنمية الكروية خاصة بالمغرب. كذلك بالنسبة للجانب الآخر الأطر التقنية باعتبارهم هم الرعاة الأساس لذوك اللاعبين واللي هي أساسية، يعني كان واحد المجهود كبير كيتنقام لا مع الفيفا لا مع الكاف في إطار باش يمكن يكون عندنا برامج اللي كت يمكن لها تطرح وتكون أطر اللي غتكون كفأة في جميع المراحل. يعني كل فوتبول كنعرفوا عنده السن ديالو عنده اللاج ديالو ابتداء من القاعده حتى القمه نتاع اللاعبين. وهذا كاين واحد الاشتغال اللي هو بجديه وان شاء الله غادي يعطي الثمار ديالو. وكاين عاوتاني كذلك الجانب الاخر هو اللعب، يعني خص كنفكروا باش يكون واحد البرامج اللي هي محكمه وكتماشى مع المستجدات الحديثة نتاع التطور نتاع كرة القدم الحديثة باش يمكن هذاك اللاعب حتى هو يتدرب في هالظروف هذه كيف قال السي رشيد توصي بخلق دوك المراكز الجهوية اللي هي غادي تساعد هاد اللاعبين هادو باش يسقلوا المواهب ديالهم وبالتالي غادي يطوروا المستوى ديالهم ويقدروا يكونوا قادرين باش يلعبوا على المستوى العالي ويمثلوا المغرب احسن تمثيل. هادو جوانب كلها كتصب إلا في واحد التطور اللي هو مسؤولية نتاع الإخوان الأربعة وكذلك مسؤولية الرئيس ومسؤولية الإدارة التقنية باش إن شاء الله تكون في الموعد وإن شاء الله باش تقوم يعني بواحد العمل اللي غادي يمكن يعود بالفائدة للاعبين والأطور ديالها باش يمكن لها توصل كرة القدم المستوى عالي. وغادي يكون الرابح الأكبر هما دوك الأطفال ديالنا واحد السن مبكر في التطوير ديالهم إلى السن نتاع يعني باش يوصلوا سن الكبار، والرابح كذلك هي الكرة الوطنية المغربية. وكنطرقوا لواحد الجانب اللي هو مهم اللي ذكر عليه سي زكي وهو بالنسبة لينا حنا الهاجس ديالنا كنقولوا باللي في السياسة الجديدة نتاع كرة القدم وكذلك في التقسيم الجديد نتاع العصاب، يعني كاين واحد العمل جبار كينقام من هاد داخل هاد العصاب هادي اللي كنشكروا في هاد المنبر رؤساء العصاب المجهودات اللي كيقوموا بها مع دوك المدراء التقنيين اللي عندهم في دوك العصاب اللي كل واحد كيف شار في الطوسي، واحد مسك الفوتبول في ميناء، واحد مسك الفوتبول دو باز، واحد بالتكوين، واحد بالفوتبول في ميناء. واللي المهم الاساسي هو ولينا كنمشيو للقرى وهذا الجانب هذا ولينا كنوصلوه من في هذوك القرى اللي كاين الخصاص، وهذا الخصاص هذا اللي حنا كنحاولوا باش نطوروه حتى فكرنا نقيسوه في جميع الجوانب ديالو، في الجانب الكروي ديالو، في الجانب الصحي ديالو، وفي الجانب التكوين ديالو. يعني دابا مؤخرا راه درنا عده مناطق فيها اخ في النير، فيها ام سوان، فيها دابا غادي تكون لاله ميمونه اللي كنمشيو بحال اون كارافان اللي فيها طبيب اللي كيدير واحد فيزيت ميديكال لجميع الاطفال، فيها كذلك دونتيست اللي كيوقف على المشاكل اللي عندهم في الاسنان ديالهم بالتوعيه ديالهم. وداك الشيء غادي يكون انا ربيت اللي غادي يعطيهم قوانين اللعبه وكيفاش يمكن لهم يتعاملوا بالنسبه لكره القدم. وكذلك اللي مهم جدا هو يعني كيتم واحد الاحساس بالنسبه للمسؤولين، كنجبدوا عندنا المسؤولين باش كنقول لهم خصكم عندكم واحد المسؤوليه
خصكم تعتنيوا بهذا الشباب، خص توفروا لهم جميع المسائل ديالهم. والإدارة التقنية على رأس السيد رئيس عصبة رئيس الجامعة الملكية المغربية السيد فوزي القجع، هو رهن إشارة باش يمكن يوفر جميع الظروف لهاد المناطق النائية باش يمكن فيه يكون فيه واحد التطوير وتطوير مستمر اللي غادي يمكن له يعطي الأكل ديالو، وداك اللاعب اللي كيتواجد في هاد المناطق غادي يمكن له يقدر تاوي تكون ويلعب ونعطيه النصيب ديالو باش يلعب في المستوى العالي. أكيد ذكرنا كثير على المستوى الوطني، شنو ماذا عن الوليدات المغاربة يعني خارج أرض الوطن؟ واش كاين شي مراقبات؟ بطبيعة الحال كاين واحد، كتشوف بالنسبة للمنتخبات يعني كاين منقبين اللي كيكون على الصعيد العالمي، وكاين برامج اللي كتنظم وغادي تنظم على صعيد كل منطقة لا في داخل الوطن ولا في الخارج، بتنقيب على العناصر اللي غادي يمكن لها تكون عندها إمكانيات واعدة وعندها مستوى عالي باش يمكن لها تمثل المنتخبات الوطنية. بالنسبة لنا احنا المغاربة يعني مغربي هو كيتواجد في جميع أنحاء العالم، ما عندناش فرق ما بين مغربي في كيتواجد في المغرب ولا خارج المغرب، يعني الكل في الاخير كيتسمى مغربي وكيمثل المغرب وكيحمل القميص الوطني وخصو يشرف بلادنا احسن تشريف.